حاله لكل مرحله. هذه الحاله المهمه. وده انا بستغرب يا سيدي يا اللي على الفار، حضرتك من فضلك خلينا نروح للحاله ونشوف، من خلال الحاله هنجيب لقطه مش من عندنا. حضرتك ستوب، اديني الاعاده من فضلك لو سمحت ونشوف هنا. بص الزاويه، قدم اللاعب على الرجل، القدم هنا الاقرب، بس هنا. ايوه هنا. انا هنا كابتن عندي امكانيه لعب، في فرصه لاجي يلعب بدماغه. عندي فرصه ان انا اسجل بدماغي هدف. اذا النهارده لما المدافع يرتكب خطا، والخطا هنا الرجل ممدوده ومرفوعه في مستوى الراس. طب في مفاجاه، في حاله من حالات احمد فتحي تم طرده في هذه الحاله. حاله من الحالات التحكيميه احمد فتحي تم طرده بخصوص هذه الحاله. اذا النهارده عندي حاله من الحالات المهمه داخل الصندوق. في واحدة في نص ملعب هو ادى فيها انذار يا كابتن، ادى فيها فاول انذار في نص ملعب بالظبط. يبقى النهارده دي لو فاول في نص ملعب، يبقى لو الحاله دي مش هروح لاحمد فتحي. ده كابتن في واحدة في نص الجزار. الملعب كابتن بلال ادى فيها فاول يا كابتن ايمن. انا لو الحاله دي في نص الملعب هحسبها ولا مش هحسبها؟ هحسبها وهحسبها فاول. ايه الفرق؟ حسب يا كابتن، واحده زيها بالظبط. بص هنا، بص ادى فيها انذار. طيب خلينا بس احكي في حاجه مهمه جدا جدا. اتفضل. لو انا قلت ان خلال الزحمه في 6 يارد كابتن ابراهيم تمركزك ما كانش مظبوط يسمح ليك بانك انت تتواجد في المكان اللي تقدر من خلاله تاخد القرار الصحيح، صح؟ على الرغم ان احنا قلنا الحكم لابد ان هو يبحث عن زاويه رؤيه لما بيحس ان الامور مقفوله. انت شطارتك كحكم لابد انك انت تخش داخل منطقه الجزاء ماشي تشوف عشان تقدر تجيب التفاصيل كويس. طيب لو فاتته معانا الفار، صح؟ ما عنديش مشكله يا سيدي. يلا على الفار. حضرتك انت من وجهه نظرك كحكم موجود على الفار شايف ان مفيش مخالفه، طيب ده دورك. بس هناك حكم في ميدان اللعب، هل انت النهارده استدعيته وقفت شويه واستدعيت الحكم هو يجي ياخد تفاصيلها وياخد القرار؟ لا للاسف لا. دول اصدار كانوا بيتابعوا ماتش الزمالك، يعني ده كابتن معلش هي مش سخريه، ولكن ده يبدو ان الناس اللي بره اللي على الفار دولت ما كانوش متابعين المباراه. كابتن ايمن احنا بنتكلم بجد، كابتن تعليماتك انا بتكلم بجد، احنا مش هنقولها بسخريه، انا بتكلم من خلال التحكيم. من اول الدوري دي تعليمات علشان خسره الدوري. انا شايف هذه لقطه كابتن علاء، انت شايف هنا القدم والساق مفروده لحظه لعب اجاييه الكوره، تمام؟ على الاقل كفار لابد انك تتدخل بالقرار وتشيك وتجيب الحكم والحكم يشوف ياخد القرار. لو انت كمان مش متاكد من ان هي ركله جزاء خلي الحكم ياخد قراره، صح؟ دي حاله من الحالات ايضا اللي الفار لم يتدخل، شايف ان هناك مخالفه بالمعايير اللي تحس بيها الاخطاء سواء خارج منطقه الجزاء او بالمعايير اللي تم احتساب عليها اخطاء لنادي الاهلي. وقلت بالخاص لعبه احمد فتحي كانت بالظبط كابتن علاء هي دي، تم اشهار البطاقه الحمراء مباشره في هذه الحاله. اذا النهارده بنقول ان النادي الاهلي خسر النهارده. الاخطاء التحكيميه اللي تؤثر اللي بيفقد الفريق النقاط، وهنا النادي الاهلي خسر نقاط. فانه مرحله قلت مرحله مهمه، وانا قلت الكلام ده كابتن، قلت المرحله اللي جايه مهمه جدا في اختيار الحكام سواء كان حكام ده او حكام الفيديو. هقول حاجه ثانيه، من حظ الحكم احيانا ان الاهلي بيكسب او الفريق المنافس بيكسب، الاخطاء لا تؤثر، ولكن انا شايف زي مباراه النادي الاهلي فقد نقطتين بسبب الفار اللي اعتقد النهارده ما كانش موفق تماما في هذه الحاله، في هذه الحاله والحاله اللي قبليها. وبالتالي بنقول يعني انا كنادي الاهلي بصرف، مجلس الاداره بيشتغل، في الجهاز الفني بيشتغل، لاعبين بتشتغل، ما تقوليش ان مستوى النادي الاهلي لا مش على المستوى الأول. من فضلك لو سمحت ما تكلمنيش على المستوى، كلمني على مستواك انت كحكام. صحيح. هل الحكام النهارده ادت المهمه ولا ما ادتش؟ ده فيما يخص هذه المباراه. شايف ان هناك هدف من وجهه نظر من خلال الصوره هدف صحيح لم يحتسب، الكره تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه. شايف هناك ركله جزاء كان لابد من الفار، وبقول الفار بحمل الفار مسؤوليه اللعبتين اللي الاولى كان يجب اتخاذ القرار، صحيح، والثانيه كان يجب ان هو يستدعي فيها الحكم وخساره نقطتين في مرحله بالزبط. صعبه جدا 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 في الدوري العام. تمام.